ما حكم القول عليا الطلاق الثلاثة وأنا لسه ما اتجوزتش؟ نعم عليه الطلاق الثلاثة وأنا لسه ما اتجوزتش. لغو وعبث. يعني حلال؟ مش قلت حلال، أنا قلت لك حلال، بقول لك لغو وعبث. عابث، أنت شخص عابث، تقول علي الطلاق وأنت ما تزوجت، ويلج بهذا لسانك وأنت لم تتزوج، أنت رجل عابث لاغي من اللغة. السلام عليكم.